ذكريات او صور وذكريات، هنشوف صور وتعلق عليها بسرعه لان عندنا كميه صور بسم الله ما شاء الله. يعني دي الصوره، تفتكر المباراه دي كان ايه؟ انا شايف الملاعب فاضيه يعني ما فيش حاجه فاكرها فيها دي خالص. كابتن طه وعادل المأمور وعبد الرحيم محمد الله يرحمه، صبري المنياوي، وطارق ونيم، طارق ونيم، محمد صلاح، وفاروق جعفر في الاخر، ده مين؟ علي خليل، ده احمد عبد الحليم، واحمد قبل احمد عبد الحليم مين؟ مش باين، ممكن يكون الكابتن حسن شحاته. لا حسن مش موجود في الصوره دي. طيب اللي بعده دي طبعا مش دي مش هنعرف دي ماتش ايه. ده اشرف بن نور وعلي خليل والخواجه ونوح ادم وحسن بصري وكابتن حسن شحاته والجهر وطارق غنيم ومحمد توفيق، محمد توفيق وحلمي طولان وانا وانت. ما تفتكرش المباراه دي كانت مباراه ايه؟ لا شكلها كده في الشتاء، في الشتاء عشان لابسين الناس بردانه. اللي بعده دي مباراه اهلي وزمالك، وده هشام عزمي وده الكابتن زيزو وده غانم وده قدام الجهري وده ورايا ده اللي هناك ده انا متهيألي ده طاهر الشيخ. طاهر الشيخ واللي ورانا ده هناك ده محمد توفيق. محمد توفيق اللي بعده دي مباراة ممكن تكون حبية في نادي الزمالك، ده ممكن نكون احنا ناشئين بقى، ناشئين تحت 20 سنة ولا يعني ممكن نكون احنا فرقتين، لان انا شايف انا دي لعيبة هنا اعرفها من النادي وهنا لعيبة من عندنا احنا من النادي، يعني دي جايز فرقة ودي فرقة والملعب فاضي. والملعب فاضي. طيب اللي بعده ده فكر صالح، خلي بالك اللي هو الكيبر. اللي بعده وده يسرى عبد الغني. دي احنا ساعتها فاكرها انا دي كويس، دي كانت في دمياط. واحنا كان ايه كابتن حماده شاوي مطلعنا احنا اللي هم الناس اللي بتلعب على طول، كان ادي غاني والكابتن حسن شحاته وده الجوهر الصغير ده هنا ده وده نوح ادم وده واحد من عندنا من نادي من اعضاء نادي الزمالك. كان مطره شغاله، كان ساعتها مطر وده اللي بتاع العلاج الطبيعي الكابتن وحيد. اللي بعده دي كانت في النمسا، كان منتخب الجامعات ده موجود هنا. بص الاولاني ده البشلاوي كان جول نادي المحل، وبعديه انا وبعديه طارق غنيم وده سعد سليط وده العقاد جمال عقاد وكابتن اسماعيل باري وده يسرى عبد الغني وده ممدوح المصباح وده حسن بصري وده واحد اسمه السملي كان بيلعب في السكه الحديد بس بقى مش اللي هو عبد المنعم الحاج اللي قاعد ده مش كده؟ اللي هو عبد المنعم الحاج والله يرحمه. لا وده بص نسيت اقول لك دوت بتاع التلفزيون اسماعيل عبد الفتاح. اسماعيل عبد الفتاح كابتن اسماعيل بقري فوق هنا ورفعت قاسم جنبه. اللي بعده بوشكش، ده مع نفسي بوشكش برجل اليمين، رجلك يمين يعني ما شغلتش الشمال اهو. اللي بعده دي واحنا في الناشئين، ده اللي هو حسين لبيب مدير النادي، كابتن حلمي، كابتن مختار ده اللي كان مسؤول كله عن قطاع الناشئين، كابتن زكي عثمان وده جنين ده اسمه شريف وده الكابتن فكري صالح والباقيين دول كلهم احنا بقى هنا. طيب اللي بعده ده في الكلوب هاوس بتاع النادي الزمالك محمود ياسين، ده الكابتن الخطيب، كنا ساعتها فعاملين معسكر في نادي النصر في استاد القاهره كنا بنعسكر في حاجه اسمها نادي النصر. ايوه عارفه اللي في مصر الجديده. فده الخطيب انا نزلت معاه فواحد مصورات صمم ان هو يصوره يعمل لك كارت. اللي بعده ده ماتش كان يعتبر حاجه اسمها في حب مصر، كان ساعتها جاي مجدي يعقوب ايوه، فكنا ساعتها اهلي وزمالك والكابتن حسن لبس، بس في صوره تانية الكابتن حسن لبس احمر والخطيب لبس ابيض وده المفتي ده دكتور مفتي. اللي بعده ده ماتش ديربي كاونتي ده سنه 75 76 اخر 75 ده فاروق جعفر في الاخر وانا في النص وده علي خليل ودول لعيبه محمد توفيق. اربعه انتوا كنتوا قريبين قوي بالكوره انتوا الاربعه. اللي بعده ده اللعيبه اللي هنا موجوده الخواجه وسامي منصور وغانم وصلاح وصبري وعلي وفاروق كابتن طه ومحمد طاهر واللي هناك ده صلاح الناهي. اللي بعده
ده منتخب مصر، ده المدرب ده الماني بابي، بابي ده حسن علي، الجهري، عماشه، وبعديه فاروق جعفر، وبعديه عبد الدايم وغانم، وتحتيه عمر عبد الله واحمد عبد الباقي والكابتن طه ومصطفى يونس والكابتن حسن. واللي بعده ده ماتش بص استوريا النمساوي، ده ملعب نادي الزمالك. شوف الملعب كان مليان. شوف يا اخي الجمهور لا كانوا الناس يعني لا بيخلي منظر الملعب والصور كمان حلوه. اللي بعده ده برضه نفس الماتش ديربي كاونت ده، محمد توفيق وانا ده مع اتنين مهاجمين من عندهم. انت اللي بتترقص ده؟ خش بس مالكش دعوه اغطيكم. ده نفس ال لا ماتش المنصوره ده، هو احمد شاكر وانا بنط مع وده اشرف ابو النور وده شمال الجهر. ده احنا قاعدين بنتفرج على ماتش ده هنا، عادل مأمور عادل مأمور اللي باين، وده بتالي اداري اسمه السيسي. اداري. اللي بعده ده كان بيجوا تملي في الصحف، يعني ايه الفرقه في الجرايد كده وبتاع الكواكب، فاكر الكواكب اللي كانت هتلعب تاني يوم مثلا. اللي بعده ده الماتش ده في النمسا برضه، ده في معاكوا لعيبه ادي هشام عزم وعبد الحاج بعدي، يعني يعني اقعد اقول لك ممدوح مصباح واللي قاعد البشلاوي طيب. دوت وسعد سليم. احنا عندنا على فكره في صور كثيره قوي، بس احنا عشان الوقت بتاع البرنامج ودي كابتن احمد رفعت غانم لا دي الصوره دي لا ده السيسي ده اداري اداري، وده وسط الدكتور طارق سليمان اللي هناك ده. طيب احنا معانا صور كتير بس عشان الوقت بتاعنا بتاع البرنامج. احنا وصلنا لفقره اسمها فقره الجمهور. بس قبل ما نبدا على الجمهور هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله، وبنتكلم بقى في الجزء الاخير من الحلقه.